الليجيبيليتي طبعا زي ما قلنا فيها موضوع الكونتراست، يعني نحط الوان عامله ازاي، يعني نحط لون ايه على ايه، اتكلمنا عليها في الجزء بتاع الفيجن اللي هو في تشابتر 6. الليترنج نفسه، نوع الليترنج نفسه، الفونت نفسه شكله عامل ازاي. الكاركتر هايت زي ما كنا بنتكلم قبل كده على ناخد السايز بتاعه كام علشان نمينتين فيونج انجل مناسبه بالنسبه للفيونج ديستنس، يعني حسب الجهاز نفسه اليوزر بتاعه بيقعد على مسافه قد ايه. وطبعا بنأسس الكلام ده، يعني بنبص عليه او بنقيمه في الورست كيس فيوينج كونديشنز، يعني بمعنى ان احنا بنبص على الماكسيمم مينتيند فيوينج ديستانس اند انجل، ورست كيس لايتنج، المينيمم اكسبوجر تايم. يعني انا دلوقتي هبص على الحاجه دي بشكل سريع، يعني اقضي وقت سريع جدا ابص على الحاجه دي، والضوء ما يكونش كافي، يعني ورست كيس لايتنج، يعني يكون اقل ضوء ممكن هو يكون موجود في المكان اللي بيتحط فيه الجهاز دوت، واكون قاعد على مسافه كبيره بحيث الفيونج انجل بتاعتي تبقى ايه، تبقى اقل ما يمكن، عشان اتاكد ان انا فعلا، يعني لو انا صممت الجهاز بتاعي ان هو يتشاف في الكونديشنز دي، يبقى اكيد في الكونديشنز التانيه هيبقى احسن من كده. برضو نفس الكلام الجزء بتاع الكودينج، زي ما كنا بنتكلم على اللي عندنا الاستعمال بتاع الشيبس والكولرز والسيمبلز، زي ما شفنا في الستاندر اللي كنا بنتكلم عليه من شويه، لازم يبقى فعلا متعارف عليه علشان يبقى يعني اليوزر ده بتاعي ده ياسوشيت الحاجه دي مع المعنى الحقيقي بتاعها ومعنى الصحيح بتاعها. لو انا كنت بستعمل كود مختلف او غيرت الكود اللي الناس متعارفه عليه وحطيت كود بتاعي انا، دايما بخلي فيه مشكله لليوزر ان هو يعني يربط الحاجه دي بالحاجه الصحيحه اللي هو كان ممكن يوصل لها بسهوله لو انا كنت حطيت ستاندرد سيمبل. فالكودنج المظبوط ده بيفاسيليتيت كويك اند اكيوريت ايدنتيفيكيشن اوف كنترولز ديسبلايز كونكتور بورتس اند اذر فيتشرز. برضه نفس الكلام لو احنا بنعمل ابلكيشن اوف كولر تو ميمكس اند فلو لاينز، نفس الكلام بالظبط. يعني طبعا لما بنحط ديفرنت كولرز وذ سفيشنت كونتراست، الحقيقه بنخلي الـ الحاجات اللي احنا بنبص عليها الحقيقه تبقى واضحه بالنسبه لنا، وبنربط الحاجات ببعض اسرع لما تكون بنفس اللون او تكون بلون مختلف عن الحاجات اللي حواليها. طبعا بتكلم مثلا على مثال لطيف جدا لحاجه زي كده، ان انا لو مثلا عندي بلاد لاين مثلا موجود ماشي في دايركشن معين في جهاز مثلا بتاع الهيموداياليسيس مثلا، كويس. لما اجي ارسم الفلو بتاع البلاد لاين ده المفروض يمشي ازاي على المكنه، وانا عندي مثلا اماكن لتثبيت البلاد لاين على المكنه، لو رسمتها بلون احمر الكلام ده بيبقى بالنسبه لي واضح جدا، لان انا اللون بتاع الدم بيبقى لونه احمر، فلما برسم حاجه لونها احمر على الجهاز بربط انا على طول اللون الاحمر على الجهاز ده بالدم، فبقدر ابقى عارف على طول ان ده مكان بتاع البلاد لاين المفروض يتحط فيه. فده مثال للحاجات اللي احنا بنطبق فيها الكالر علشان او يعني نحط فيها الوان علشان نحسن الاندرستاندنج بتاع الايه بتاع الاوبريشن بتاع الجهاز، بنسهل بالليبلنج اللي هو معمول بكالر دوت ان احنا نقدر يعني يبقى بالنسبه لنا العمليه بتاعه تشغيل الجهاز بتبقى انتويتيف اكتر شويه.